واليوم دو التيمة ديالو هو الافلام الكوميدية. مكرم انا كنت محظوظ يعني هذا العام انا تكرمت مع السقاو وبيدير ودابا هاني رمزي. فين ما كيكون شي مصري كيجيبوني ليه ما عرفتش، ولكن المهم كنقول لهم شكرا، ناس مزيانين وبغينا المهرجان انه يكبر يوصل 99 سنة. شكرا حتى الناس يعني اللي ضيفوا على الزادات، كنقول لهم الف شكر. وعندي الفيلم ديالي، هذا فيلم اللي دار له علاقه بالكوميديا، سميتو كاتارسيس. هذا الفيلم اللي تفتتح به تورينتو ومراكش، وغيكون توا في هذا المهرجان وان شاء الله غادي نحضر ليه ان شاء الله، حيت قريب للمغاربه. حيت نقول بعض القضيه، المغربي ملي كيحسبك كدوي معاه من القلب راه كيبغي. انا كنعتبر راسي خو المغاربه، عمري ما كنخاف اني ما نكونش خو المغاربه، لانهم عارفيني تيتلاقاو بيا في الشارع وكيلقاوني في القهوه وداك الشيء. تنقول لهم تبعوا افلامي، ملي كيسولوني نجم الشباك راه الجمهور هو نجم الشباك حقيقه، هو اللي كيجي عندي مسكين. تسمعي لنا جاي من قناه راه كازا باش تفرج فيلم، وهذه جديده يعني عندنا بالنسبه لنا. فتنطلب من الله سبحانه وتعالى ان تبقى هذه المساله هذه الافلام كامله.